دي ما صح منها عند ابن هشام 94 بيت، وفي زيادات ذكرها ابن هشام في السيرة وذكرها غيره، فنجيب على بعض المعاني المهمة فيها. ما بنقدر يا أخواننا نشرح أي معنى من المعاني. طيب، الأبيات الأولى الشاعر أبو طالب يذكر فيها العداوة، ولما رأيت القوم لا أود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل. العرى والوسائل يعني العرى المواثيق، والوسائل هي الوسائط، وهذا من شواهد، هذا البيت من شواهد اللغة. طيب، قال وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل. العدو المزايل قبائل من بطون قريش، منهم بني مخزوم، ودي قبيلة من؟ أبو جهل، ومنهم بنو سهم، ديل من أشد الناس عداوة. عشان كده هناك في القصيدة نربط الأبيات مع بعض عشان نمشي. قال وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل وخابل. الطمل معناها الإنسان الذي لا يعقل، السفيه، والخابل يعني الإنسان الأهبل. قال ألبوا علينا العدا، عشان كده في الأبيات الأولى دي قال وقد حالفوا قوما علينا أظن، أظن يعني متهم، وقال يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. الزول الما قادر عليك بتلقاه بتوجع بوراك، حينا لو لميت فيه وما هو ده قايد ما تمشي له. عشان كده قال يعضون غيظا خلفنا ما قدامنا بالأنامل، لأنهم شجعان، بنو هاشم شجعان. عشان كده قال أبو طالب قال لهم ونحن الصميم، نحن فوق، الصميم معناها الرأس فوق. قال ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. قال لهم أليس، ده في قصيدة تانية، قال لهم أليس أبونا هاشم قد شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب. إحنا قال لهم الشغلة دي وارثينها من أبواتنا، وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولسنا نمل الحرب حتى تملنا. والله الحرب دي لا تابانا هي، ها؟ أنتوا ده لحالكم ولا شنو؟ طيب الطيب ده شايفه قاعد هنا مبسوط الليلة، أنا خايفه بعد شوية يقوم يشيل النادي فوق. كويس، فهنا قال لما العداوة دي ظهرت واستفشت وقلبوا علينا الناس، قال صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة، الحربة، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض السيف عض قاطع من تراث المقاول. ده سيف بتاع ملوك، المقاول الملوك يعني. قال لهم نحن جاهزين، سيفي جاهز والحربة كويس. وبعد ذاك قال لهم ما دبروا كمان وأحضرت عند البيت رهطي، جبت أولادي وأهلي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل. الوصائل دي أكسية حمر مخططة فيها خطوط، كان بيكسبها الكعبة، ماسك في الكعبة كده. هنا داير يوريهم النقطة الثانية اللي قلناها، تعظيم للحرمات، ودار يستعيذ ويستجير بالحرمات اللي بيعظموها هم. قال لهم مسكت في وصائل البيت كويس. قال قياما معا مستقبلين رتاجه، الرتاج ده الباب،
احنا مستقبلين الريتاج. طبعا الحته اللي بين الباب وبين الحجر الاسود دي ممكن الزول يلتزمها يتلصق فيها كده حتى من السنه. والمنسك ده كان عندهم ليله ده قاعد. ودي احنا من الفوائد دارين ننكتها من جوا القصيده، نعرف انه في مناسك في الدين ديل ورثوها من الاديان من دين ابراهيم، وقاعده في عندهم وقاعده لليله، هتلاقي مناسك كثيره جدا. قال وامسكت من اثوابه بالوصائل قياما مع مستقبلين رتاجه الى حيث يقضي حلفه كل نافل، النافل الزول المتنفل بالحج يعني والعمره، وحيث ينيخ ده من المناخ بتاع البعير، ينيخ الاشعرون يعني الزول جاي الحج بيكون كيف؟ شعره كثير، الاشعرون ركابهم محل بينيخ الركاب بتاعتهم بمفضى السيول، مفضى السيول يعني منتهى السيل، لأنه بين الصفا والمروة يا إخواننا أصلا ده كان مجرى بتاع سيل ومنحدر، ده منحدر الوادي أو حتة في الوادي بين الصفا والمروة محل العلمين، لما أنت تكون في العمرة بتجي تسرح في محل العلمين الأخضرين، ده كان مجرى بتاع وادي واطي لتحت. قال لهم بمفضى السيول، بمنتهى السيول ده من إسافة ونائلة، إساف ونائلة ده الصنمين بتاعت قريش، إساف ونائلة، نائلة مرأة وإساف راجل، إساف عند الصفا ونائلة عند المروة، من إسافة ونائلة فهي أصلا نائلة لكن للضرورة الشعرية قال نائلة. وذيل قالوا جو قال أدبهم في الكعبة فمسخوا إلى صنمين، وهو الجماعة بعبدوهم، هم قال له أدبهم أنتم تعبدوهم؟ قال له أدبهم في الكعبة ومسخوا إلى صنمين إسافة ونائلة كويس. قال موسمة الأعضاد، شوف الناحية البلاغية، ودي برضو إحنا من فوائد بدنا نطلع بيها، أتأمل النواحي البلاغية في القصيدة دي، بيوصف النياج بتاعتهم الجوبية وبقيفوا بيها. قال موسمة الأعضاد يعني عندها وسم في أعلى العنق بتاعتها أو قصراتها في أدنى العنق أو قصراتها مخيسة يعني مرودة، يقول لك البهيمة دي مطيعة يعني شنو؟ البهيمة قبل ما يطيعوها بتتركب، مخيسة مطيعة يعني بين السديس وبازل، السديس ده الجمل تم 6 سنوات وبازل 7 سنوات، 7 ده الجمل تم 7 سنوات. قال ترى الودع فيها والرخامة، الرخام زينة من الرخام، والودع العادي ده ما زين به في رقابة، بأعناقها معقودة كالعثاكل، العثاكل دي العناقيد بتاعت التمر تلقى مرصوص مع بعض كده، قال لك الزينة بتاعتها دي زي عناقيد التمر. شوف ده كله وصف للمشاعر بتاعتهم ولسه ماشي. قال أعوذ برب الناس من كل طاعن. أها ده نستفيد منه شنو إحنا؟ عشان كده إحنا قلنا القصيدة دي إحنا دايرين برمجة على منهج أهل السنة. أها ده إنه في المشركين كانت الاستعاذة شنو؟ بالله موجودة. قال أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح، الكاشح ده العدو المبغض لكن بيضمر العداوة ما بيظهرها، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة يفتش معايبنا، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول والبزيد لنا في ديننا، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، ده الجبال في مكة، ثور جبل ثور معروف وثبير. قال وراق لبر أو وراق ليرقى في حراء، جبل حراء فوق الغار ونازل، هنا بيستعيذ بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعبد بيطلع وبينزل،
وراك اللي يرقى في حراء منازل بيستعيذ به برضه، ودي الاستعاذة الشركية بتاعتهم، وده ما يدلل على الفائدة اللي احنا ذكرناها اللي هي شنو؟ انه ابو طالب لا زال شنو؟ مشركا حتى مات. طيب قال وبالبيت حق البيت، يعني وبالبيت وحرمة البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل. قال وبالحجر المسود، ما قال الحجر الأسود، تفهم؟ وبالحجر المسود، ده فيه كناية عن الحجر، ما كان أسود، اسود يعني اسود، ما كان أسود. العرب عارف إنه سودته خطايا أهل الشرك. قال وبالحجر المسود إذا اكتنفوه بالضحى، إذ يمسحونه، إذا اكتنفوه بالضحى والأصايل، الضحى والأصايل الصباح والمساء، وموطئ إبراهيم. قيل إنه إبراهيم نزل رجله على صخرة فارتصمت على الصخرة، بيستعيذ بها برضو دي، وموطئ إبراهيم. وده فيه دلالة إنه يعرفوا الأنبياء السابقين، بيعرفوهم. طيب قال وأشواطي بين المروتين، قصد ما الصفا والمروة، وما فيهما من صورة وتماثيل. هنا التماثيل بيستعيذ بالتماثيل، ده من العقائد شنو؟ الشركية. قال ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل ماشي برجلينه وبالمشعر الأقصى. ما هو المشعر الأقصى؟ عرفات، مشعر الأقصى عرفات. إذا عمدوا له إلال، إلال ده بدل، يعني إذا عمدوا إلى إلال وهو جبل الرحمة. الآن بعض الناس بيطلعوا عليه، وما من السنة الصعود عليه، ما من السنة، لكن في ناس بيطلعوا في جبل الرحمة. إلى مفضي الشراج القوابلي، الشراج ده مسيل السيل، المسيل بتاع السيل، القوابل المتقابلة، يعني لمن تتقابل المطايا بتاعتهم، لمن تتقابل في المسيل بتاع السيل، وتوقافهم فوق الجبال عشية. أول ما الناس انتهوا من عرفات بالليل بيمشوا وين؟ بيركبوا على الرواحل بتاعتهم عشان يمشوا وين؟ إلى المزدلفة. دي برضو ذاكرة هنا، شايف دي مشاعر الحج. قال يقيمون بالأيدي صدور الرواحل، يوجهوا في الرواحل بتاعتهم. قال وليلة جمع، ما هي ليلة جمع؟ المزدلفة والمنازل من منى. قال وجمع إذا ما المقربات أجزنه، المقربات دي الخيل، المقربات وبسموها مقربات لأن الخيل الأصيلة والخيل النفيسة بيربطوها قريب من البيت. الزلة عنده حصان أصيل ما بربطه بعيد مع البهائم هناك. وعندنا أهلنا هناك في السرحة زمان لما تكون سارح، الراعي دائما بيسرع بحمار تعبان كده، حمار الراعي إنه قلبي فكه ولا بجر تعبان، بيكون ماشي مع البهائم وفكه مع البهائم عادي. ده ما يقول حمار الأصيل، حمار السمح وربطه جنب البيت. عشان كده هنا قال لك وجمع إذا ما المقربات الخيل الأصيلة أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابلي، لأنه الخيل بتطلع سريع كأنه صب على مطر الوابل، المطر كأنه ضايقت المطر. وبالجمرة الكبرى، ما ياها دي شنو؟ العقبة. إذا صمدوا لها يؤمون غزف الرأس بالجنادل، الجنادل ما هي؟ الحجارة الصغيرة. يا اخوانا ده كله فيه ولا ما فيه؟ عشان تعرف ان المشاعر دي كانت قاعدة. اي زول ما فيه مشرك ما بيفهم التوحيد، اعرف النقطة دي، ما فيه مشرك ما بيفهم التوحيد. تعرف انه المشرك بيعرف الجنادل وبيعرف المشعر الاقصى وبيعرف ليلة جمع وبيعرف إلال، كله بيعرفوا وبيستعيذوا بالله. احفظوا الكلام ده كويس. قال وكندا، دي قبيلة كندا،
إذ هم بالحصاب عشية، دي الجمرات الثانية، الحصاب رمي الجمرات. طيب إلى أن قال وحطمهم سمر الصفاح. سمر الصفاح، السمر شجر ما عنده شوك، والشبرق الشجر اللي فيه شوك. قال لما نجوا نازلين بحطموا وحطمهم سمر الصفاح وسرحه وشبرقه يكسروا وهم ماشين. وخد النعام الجوافل، الوخد معناه السير، بيمشوا زي النعامة سريع. الجوافل الجافلة يعني، فسمعتوا بالعايرة؟ العايرة يعني شنو؟ يا هل جافلة ذاتها زي النعامة الجافلة. طيب قال فهل بعد هذا من معاد لعائد؟ يعني يا أهل مكة أقول لكم شنو تاني؟ أقول لكم شنو أكثر من كده؟ المشاعر، منى، مزدلفة، الجمرة الكبرى، العقبة، الخيل بتاعتكم، الجمال، أسوي لكم شنو تاني؟ فهل بعد هذا من معاد لعائد؟ وهل من معيد يتقي الله عادل؟ يطاع بنا العدى بأل، هنا ده سموه لحاء، يعني بأنب، بأنب في أهله. قال يطاع بنا العدى، تطيع أعدانا ضدنا، يطاع بنا العدى وودوا لو أننا، تسد بنا أبواب ترك، ترك الأتراك واحدة دي، وكابل، كابل دي وين؟ أفغانستان. قال نفسهم يسد بنا أبواب ترك وكابل. قال لهم كذبتم وبيت الله نترك مكة. ده في أول حاجة شجاعة القاطع، قال لهم مكة ما بنخليها لكم، وفي الحليفة بغير الله الشركية بتاعت المشركين. كذبتم وبيت الله نترك مكة ونزعا. ما هو الزعن؟ الزعن تمشي البادية هناك برا، ما بنمشي البادية، قال لهم هنا قاعدين. كذبتم وبيت الله نترك مكة ونزعا إلا أمركم في بلابلي. البلابل معناها الوساوس والهموم، ما محطة البلابل دي معناها الوساوس، يعني نحن كم مرقنا معناها البلد اتلخبطت، أكم مرقنا معناها جاطت كويس. عشان كده قال له وإني متى أوكل فلست بوائلي، يعني أنا قال لهم متى ما اتغلبت معناه أنا مت، يعني أنا ما بتغلب، أنا حي كده، أنا حي ما بتغلب. ومتى أوكل يوم اللي اتهزم فلست بوائلي، معناه أنا ما ناجي، وائل معناه ناجي، فلست بوائل أي ليس بناجي. حيجينا البيت قدام. قال لهم كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، نبزى معناه نغلب، ما بنغلب فيه. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع، الطعن ده من قريب، ولما نطاع دونه ونناضل، النضال ده بالسهام من بعيد، كله جاهزين له، قالوا من بعيد ومن قريب. قال ونسلمه حتى نصرع حوله، نصرع يعني نموت، ونذهل عن أبنائنا، يذهل يعني ينسى، نذهل عن أبنائنا والحلائل، نسواننا بنخليهم وأولادنا بنخليهم. قال وينهض قوم في الحديد إليكم، بيجوكم ناس شارين الحديد، الفارس القوي يكون مدجج، بسموه الكميت، سمعتوا بالكميت؟ ها آه. ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستلم، جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم، فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، فتركته جذر السباع ينشنه يقضينا حسن بنانه والمعصم. الكميت المدجج قال لهم ده بيجوكم مدججين زي شنو؟ شوف الكلام ده كيف
قال لهم: وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا، الروايا الإبل، تحت ذات الصلاصل. زي قال لهم الإبل لما تقوم شايل القرب بتاعت المويه، الصلاصل القرب لما تقوم بتسمع صوتها بتتخجى، المويه بتتخجى كده وهي ماشيه الإبل. قال لهم ده شايلين الحديد ده بيتخجوا زي الإبل، ده شايلين حديد ثقيل جدا. ها؟ قال: وحتى نرى ذا الضغن، الحقود منكم، الحقود ذا الضغن الحاغد، يركب ردعه، يركب ردعه يعني ينكفي على وشه، يدقوه من فوق بقى على وشه، يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل. الأنكب يعني المايل، بيجيبوه واقع على راسه. قال: وإنا لعمر الله إن جد ما أرى. الشيء شايفه أنا من الحصار اللي سويته والعداوة دي، إن جد ما أرى لتلتبسن السيافنا بالأماثل. الأماثل ديل الناس السادات. قال لهم: سيوفنا دي بتاكل السادات الكبار بكفيفة، بشكر في بني المطلب بكفيفة مثل الشهاب سميدع. ده قال لهم ها زي الشهاب في سرعته، سميدع معناه سيد، أخي ثقة حامل حقيقة باسلي شجاع، شهورا وأياما وحولا مجرما، سنة كاملة. يعني نحن بنصبر على الحرب دي سنة ما بهمنا، علينا وتأتي حجة بعد قابل. وما ترك قوم لا أبا لك سيدا، لا أبا لك دي للمدح، هنا بخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. يحوط الذمار، الذمار هو العرض. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيد، يحوط الذمار بحوط العرض، بيحمل أعراض، يحوط الذمار غير ذرب مواكل. ما زول المواكل، المواكل هو المتواكل، يعني البسني ده أمره لغيره، ده ما مواكل. قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى. البيثمل معناه البسد الحاجة، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاف الفقراء بيحتموا به من آل هاشم، فهم عنده في رحمة من خير وفواضل. سبحان الله، كأنه هو بيتنبأ بمستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما عنده من الخير والفضل. كويس. قال: لعمري لقد أجرى أسيد وبكر. بعد ذلك بقى بيذكر في سادات مكة، أسيد هو أسيد ابن العاص، وبكر أو بكر ولد عتاب بن أسيد، دل كانوا من مشركي مكة. إلى بغضنا وأجزآنا لآكله، يعني فرقونا أجزآنا. قال: وعثمان ابن عبيد الله أخو طلحة، ده برضو من سادات مكة، لم يربع علينا، لم يعطف علينا. شوف هنا بيستلطفهم كيف، وعثمان لم يربع علينا، يعني ما عطف علينا ذاته. وقنفذ ذا هو ابن عمير ابن جدعان أسلم رضي الله عنه، أسلم بعد ذاك. قال: ولكن أطاع أمر تلك القبائل، أطاع أبيا وابن عبد يغوثيم. الاثنين ديل ناس، أبي قبيلة أبي وابن عبد يغوث كانت من أشد القبائل، ولم يرقبا فينا مقالة كما لقينا من سبيع، كما قد لقينا من سبيع ونوفل. نوفل ده زول شر، خلاص زول شر، كان بيسموه شيطان قريش، ذو الشر. وهو نوفل ابن خويلد ابن عبد العزة، أخو منه أو خدية بنت خويلد، ذو الشر. وقتلوا علي بن أبي طالب في بدر، قتلوا طوال ريح منه وقريبه. كويس.
قال فإن يلقي أو يمكن الله منهما. وذاك أبو عمرو، أبو عمرو بن قرظة، ده برضو من الناس اللي عندهم عداوة، ده عنده عداوة غريبة، والصفة أبو طالب ببيت عجيب. قال يناجي بنا إلى البيت البعديو، قال ويؤلي لنا، يعني يحلف لنا يقسم إنه ما عنده عداوة معانا. قال أضاق عليه بغضنا كل تلعة. التلعة معناها الجبل العالي، ده شدة. قال ما بيبغضنا. شوف وصف البغض ده كيف، ودي أخواننا من الفوائد اللغوية العجيبة. قال أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب، الأخشب جبال مكة، فمجادل، المجادل غصور الشام. قال من مكة للشام ضاقت عليه بسبب بغضه لنا نحن. ها؟ قال وسائل أبا الوليد، أبو الوليد ده عتبة ابن ربيعة، وده كان بطل مكة، بطل من أبطال مكة، وأعلم أهل قريش يعني من المشركين، عشان كده كان بيلقب نفسه بالوحيد، بيقول أنا الوحيد، ربنا قال ذرني ومن خلقت وحيدا، بيلقب نفسه بالوحيد لأنه قرأ التوراة وقرأ الإنجيل وعامل فيها خلاص كده متعلم، وده اللي ناقش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكي الحقيقة، هو رجل ذكي لكن ما وفق للإسلام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما هو كان رافض خروجهم في بدر، ده من الناس اللي رفضوا، وأبو جهل أصر على الخروج، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يطيع صاحب الجمل الأحمر يرشد، لأنه كان عنده عقل ما زي ديلك. فده لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت خير أم عبد الله؟ شوف الزلمة مع شركه عنده ذكاء في الحوار ذاته. قال له بس أنا عندي لك سؤال، أخير أنت ولا أبوك عبد الله؟ طبعا لو قال أخيرنا العرب كلها بتعيره، تقول شوف ده قال أنا أفضل من أبوي، ولو قال أخير أبوي حيقول له إذن فاعبد ما عبد أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصم أجابه، وهذا يا أخواننا من ذكاء المناظرات. أحيانا في زول بيكون داري حاصرك، ما تحاصر نفسك في المناظرة، ما زال يقول لك شوف أنا عندي لك سؤال واحد تجاوبني، ما تحاصر نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم، فتلا عليه الآيات الأولى من سورة فصلت. تعال شوف هنا، قل له خليني سؤالك دخل هذا الموضوع هنا، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. قال لي حسبك يا محمد أقيف، صح قاعدين ما دارين أقيف، ودنق الراس ورجع. لما جاء رجع أبو جهل قال لهم لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، ده ما يهوش. قالوا قل لنا في القرآن ورينا، تما عالم مكة. قال ففكر، خلونا نفكر، وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. لأنه قال لهم دماء قول بشر الكلام ده، قال لهم إنا أعلاه لمثفر وإنا أسفله لمخضر وما هو بقول البشر، دماء كلام بشر. أعرف الكهان قال لهم كلام، وأعرف السحرة وكلام، وأعرف الشعراء وكلام الشعراء، ما هذا بقول الشعر؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكتب ذاته، ما بيكتب،
وما علمناه السحر وما ينبغي له. لما نحتار قال لهم نقول ده سحر بس. ربنا قال له سأصليه صغر. أيوة يعني يفرق، قال لهم ده سحر. ربنا قال سأصليه صغر. فده أبو الوليد، فهنا بيستعطف فيه ويستلطف فيه، قال وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا. استفدنا منك شنو؟ بسعيك فينا معرضا كالمخاتل، المخاتل المخادع، كأنك ما شايفنا. نحن ما محبوسين هنا في الشعب، انت ما شايفنا. وكنت امرأ ممن يعاش برأيه، الترايا كان رأي. ورحمته فينا ولست بجاهل، فعدبة لا تسمع بنا قول كاشح، ما تسمع قول الوشاد الكاشح معنى المبغض، حسود كذوب مبغض ذي دغاول، دغاول الأحقاد، لا تسمع كلام ديلك. والكلام كله من أبو جهل، التحاريش من أبو جهل. طيب قال ومر أبو سفيان عني معرضا، أبو سفيان برضه من عقلاء مكة، قال مر عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول، يفر إلى نجد وبرد مياه ويزعم أني لست عنكم بغافل، كأنه ما شايفنا. قال أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة، بذكر مطعم بالمواقف القديمة بتاعتهم. قال لو لم أخذلك في يوم نجدة، وده يا أخواننا من أعظم أخلاق العرب. وخلونا كده ده ندي فيه حاجة شوية، لأنه ده بنستفيد منه نحن. شوف أنا أقول لك، في مسيرتك في الدعوة وفي دنياك، أي زول ما بيحفظ الجميل وما بيذكر لك جميلك القديم ما فيه فايدة، غسل منه يدك. الزول مما تلقاه ماشي معاك بس دار له حاجة واحدة، ها؟ دار له حاجة واحدة عشان يرميك بيها، ده ما فيه فايدة. خليك زول نفسك كريمة. هنا قال له أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور البلابل، الأمور الصعبة أنا ما قاعد أخذلك فيها، ها؟ الجلائل الأمور العظيمة أنا قال له ما قاعد أخذلك فيها، ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة، الألدة الناس شديد الخصومة، لمن جوك قال له أه؟ قال له أنا ما قاعد أخذلك، ولي جدل من الخصوم المساجل أمطعم إن القوم ساموك خطة. الكلام ده عنده قصة، وهي المطعم بن عدي رجل من العقلاء، بعدين كفار قريش قاموا جوا لأبي طالب قالوا له يا أخي ولد أخوك ده شايف اللي عملوا فينا، فنحن عندنا لك اقتراح، نديك بدل. جابوا له واحد من شبان مكة، أجمل شبان مكة ومن أعزهم نسبا، اسمه عمير ابن الوليد، من أندى فتيان. قالوا له شيل ده بدل محمد، ودينا محمد بنقتله. قال لهم بئس ما أبدلتموني، تعطوني ابنكم فأربيه وأعطيكم ابني فتقتلونه، أديكم ولدي تقتلوا وشيل ولدكم أربيه كويس. فالمطعم ابن عدي أكان قاعد في الموقف ده، أبو طالب قال له ما تقول يا مطعم؟ قال له إن قومك أنصفوك. قال له ده كلام منصف. قال له والله ما أردت إلا خذلاني، عشان كده هنا جاء قال له شنو؟ أمطعم إن القوم ساموك خطة، كلفوه قال له وكأنه استغلوك. قال له وإني متى أوكل فلست بوائلي، أنا قال له يوم اللي غلبوني ما بنجو تاني من نادي، يعني أنا بقاتل لمن أهلك.
كويس. المطعم بن عدي ده اتصرف له تصرف ثاني بيدل على الكلمه اللي قلناها قبل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى الحصار ده حيجينا الكلام ومشى الطائف داير يلقى نصره في الطائف. اهل الطائف كانوا اسوا من اهل مكه، اسوا منهم. لموا ناس في ساطتين، السفهاء والمجانين والاطفال، لموا صفين، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكه من الطائف وضربوه بالحجاره وطالع منا وقال الدعاء بتاعه العظيم المذكور في السيره: الى من تكلني؟ الى عدو يتجهمني؟ ام الى قريب ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. الدعاء العظيم وهو راجع داخل مكه. ومات ابو طالب وماتت خديجه واشتد الاذى، فارسل رجل من بني خزاعه للمطعم بن عدي، طبعا خزاعه، انه يستجير به، والعرب يحترموا الاستجاره. المطعم بن عدي طوالي جمع ابناءه كلهم كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، لما اولاده قال لهم البسوا السلاح، لبسوا السلاح قال لهم اقفوا عند اركان البيت، وقفوا كلهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوقف المطعم بن عدي على راحلته على الناقه فوق: يا معشر قريش، قال اني اجرت محمدا. ذول يصلوا ما في. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى البيت ومضى الى بيته وقال لابنائه: احدقوا بالسلاح وبمحمد، ما في ذول يصلوا، لحد ما وصلوا بيته فاجاره المطعم بن عدي. النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى لودي لحد ما انتصر الاسلام وعز الاسلام في بدر واسر الاسرى واخذهم. قال والمطعم بن عدي مات الوقت ذاك، قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لعفوت عنه. ما نسى لو شنو جميل القديم. عشان كده يا اخواننا اي زول ما عنده الخلق ده غسل منه يدك، ده ما فيه فايده، ما فيه خير ده. طيب قال: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا. ديركتر قبيلتين اساءوا، عبد شمس ده لانه منهم بني مخزوم، من عبد شمس ده الناس منو؟ ناس ابو جهل. كويس. قال: عقوبة شر عاجلا غير آجل. قال: يا الله تعاقبهم بسرعة. عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قص لا يخيس شعيرة، وتعدل يا ربنا فيهم. له شاهد من نفسه غير عائل. إلى أن قال، نمشي طوالي قدام، قال: وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل. الطمل ذول الفاحش، قال يعني لملموا العواليد والخامل، لملموا كلهم عشان يعادونا نحن. وهو ابو طالب يذكر لهم شرف، يعني نظامته انتوا بتعادونا بالعواليد، لملمتوا العواليد عادتونا بهم ونحن السادات. قال: اذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف، دي بطونهم هم، فعبد مناف سرها وصميمها، السر الوسط والصميم الاعلى. قال: وان حصلت اشراف عبد منافها ففي هاشم اشرافها وقديمها. قال: وان فخرت يوما فان محمدا هو المصطفى من سرها وصميمها. ده قال لهم تعادوا بالطمل والخابل بالعوالي، لملموا العوالي. قال لنا كويس. قال: فعبد مناف انتم خير قومكم. عبد مناف دين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بني هاشم وبني مطلب. فعبد مناف انتم خير قومكم، فلا تشركوا في امركم كل واغل. الواغل ده زي الزول، الناس قاعد يتعشوا بيجي داخل ساي، ما ولا عزموا، بيجي داخل ساي، ده الواغل. قال لهم: يا ناس جيبوا اهل الراي، ما تجيبوا الواغل اللي بنحشر ساي، اللي بتحشروا ذيل ما تجيبوهم. ها؟
بي بس ده بيجي طوالي داخل ما عزمه. قال لهم فلا تشركوا في امركم كل واغلي لعمري لقد وهنتم وعجزتم. والله وهنتوا يا بني عبد مناف وبيستعطف فيهم. وجئتم بامر مخطئ للمفاصل، يعني ده غلط. ده زي الجزار، الجزار الحريف ما بجل المفصل لما يجي يقطع. هسه انت في العيد بتلم في البهيمه تكون دار تقطع الكراع الورا ديك تضبطها بهنا وتلوي ما بتتقطع عليك، لكن الجزار الحريف بيقطع محل المفصل ولا بيضربها بالفاز ذاته طوالي بيقطع محل. قال لهم وجئتم بامر مخطئ للمفاصل، انتم ما اشتغلتوا صح. قال لهم وكنتم حديثا حطب قدر، حطب قدر يعني قدرتكم واحده بتجمعوا لها الحطب، حطبكم اللي قدره واحده يعني كلكم رايكم واحد. وانتم الان حطاب اقدر ومراجلي، اي ذو سولم رجل براو قدره براو، اي ذو عنده قدره براو فرتكتوا يعني. قال لهم ليهني بني عبد مناف عقوقنا وخذلالنا وتركنا في المعاقل، فانكم قوما نتئر ما صنعتم. الى ان قال فابلغ صيا ان سينشر امرنا. بالله يا اخواننا شوفوا الكلام ده كيف، هنا بتكلم عن شنو؟ سينشر امرنا، يا امري ده، ده الدين، ده الدين ذاته الاسلامي. فابلغ صيا يعني نصرتونا ولا ما نصرتونا، فابلغ غصيا ان سينشر امرنا وبشر غصيا بعدنا بالتخاذل. كويس، عشان كده يا اخواننا سبحان الله لاحظوا رغم الدفاع عن الدين ده كله ما ينفع الا توحد انت، ما نفعوا مع ده كله. انت موحد ولا موحد؟ ده الموضوع هنا. في قصيدة ثانية قال لهم وما ذنب من يدعو إلى الله وحده، يعني محمد ذنبه شنو؟ وما ذنب من يدعو إلى الله وحده ودين قديم أهله غير خيب، وما ظلم من يدعو إلى البر والتقى ورأب الثأي في يوم لا حين مشعبي. رأب الثأي قال لهم ده ذول بيصلح لكم الطريق في يوم تنقطع السبل في يوم لا حين مشعبي. أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى، إلى آخر القصيدة. طيب قال لهم ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة إذا ما لجأنا دونهم في المداخل، ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكنا أسا عند النساء المطافل. أسا يعني ما تأسينا. قال لهم نحن ما بنعمل زيكم يا آل قصي، نحن ما بنعمل زيكم، لو جاكم أمر عظيم نحن ما بنتدس زيكم مع النسوان. أسا عند النساء المطافل يعني نسوان ذات الأطفال، نحن بنمرق برا وندافع. طيب نمشي قربنا، قال شباب من المطيبين وهاشم هنا بشكر في آل البيت كبيض السيوف بين يد الصياغل، زي السيف الأبيض بين يد الصاغل للسيوف، يعني زول اللي بيصلح السيوف. فما أدركوا دحلا ولا سفكوا دما، إلى أن قال بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم من شجاعتهم ضواري أسود. الأسود الضواري يعني الحيوانات المفترسة زي الأسود والنمور وغيرها. فوق لحم خرادل يعني لمت الفريسة وقطعتها خرادل صغيرة صغيرة. قال آخر الأبيات منها قال ونعم ابن أخت القوم، الكلام هنا بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونعم ابن أخت القوم غير مكذب، ما هو مكذب. أخت القوم دي منو؟ دي مقصود بها أخت أبي طالب ذاته، أخته اسمها عاتكة.
بنت عبد المطلب، عاتكة بنت عبد المطلب دي أخته، وعاتكة دي هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ولدها، هي عمته، هي عمته، لكن هذا كأنه بحمس في أولاد أهله، لأنه باعتباره في النهاية في مقام الأم. قال لهم زهير كريم، حساما، حسام السيف، مفردا المجرد من حمائلي، الحمائل الحمل بتاع السيف. شوف الشكر ده كيف. قال لهم أشم من الشم، أشم معنى أعز، أشم من الشم البهاليل، البهاليل هم السادة والملوك، ده قال لهم أعز من الملوك. ينتمي إلى حسب في حومة المجد، يعني في عظمة المجد، فاضلي لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته. إخوة القاصد منه؟ ها؟ جعفر وعلي، شوف يدافع عنهم. قال دأب المحب المواصل، قال فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل. رب المشاكل معناه العظائم، يعني الأمور العظيمة. فمن مثله في الناس أي مؤمل الذي يؤمل فيه الخير، من زيه؟ إذا قاسه الحكام عند التفاضل يشير لشنو هنا؟ رفع الحجر. إذا يذكرهم قال له نتو قبل اليوم لما جيتوا ترفعوا الحجر، اللي رفع الحجر منه؟ ما قلت أول داخل من باب الصفا ما ظهر هو؟ وقالوا رضينا به الصادق الأمين. قال لهم إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي يعبد، يوالي إلها ليس عنه بغافل. يعني أنتم ما تتألبوا وتتكالبوا ضده، إله اللي بيعبد ما غافل عنه. بالله يا أخوانا شوف معاني التوحيد دي كيف. عشان كده يا ناس، مهما كان عندك من التوحيد، ومهما كان عندك من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومهما كان عندك من التعظيم له والدفاع عن الدين، لو في شرك ما في فائدة، ما في فائدة في ده كله. شوف مع الكلام ده كله يا أخواننا، والله القصيدة دي كلام مدح زيدة ودفاع زيدة، لو قال زول موحد أكان الناس ترجو له درجات عليا، والله كان الناس ترجو له درجات عليا. لكن سبحان الله كل ده لا قيمة له، مع الشرك ده ما عنده قيمة كله. كويس. قال يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل. ده السبب ماله اللي خلاه ما يسلم، العصبية لدينا الآباء والأجداد. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة. من الدهر، من الدهر جدا، غير قول التهازل. وده فيه شاهد على شنو؟ ثاني مسألة. إنه ما اتبعوا. قال لكنا اتبعناه على كل حالة. وده فيه شاهد لأنه العرب كانوا بيفهموا كلمة الشهادة، إنه الشهادة ما يغرر بالقلب براو. العرب بيفهموا، أشهد دي بيفهموها. عشان كده جو أهل البدع الليلة ما يفهموا الدين، ما يفهموا العربي ذاته. واحد يقول لك الشهادة تعني الإغرار بالقلب زي المرجئة وغيره، والمعرفة بالقلب كالجهمية، ده باطل. هم يعرفوا، مع إنه قال لهم ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة
ولا خير ممن خصه الله بالحب. دي شهادة بأنه شنو؟ بالنبوة، صحيح؟ قال لهم وما ذنب من يدعو إلى الله وحده ودين قديم أهله غير خيب. قال لهم لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقوله الأباطيل. ده كله ما يدخله في الإسلام، ما يدخله في الإسلام ده كله. طيب نعم، هنا قال له لكنا اتبعناه وما اتبعوا مع انه بحبه. قال له عمري لقد كلفت شنو؟ وجدا باحمد. لعمري لقد كلفت وجدا باحمد، بحبه. لكن المحبه لما خلت من الاتباع ما كان لها اي قيمه. طيب قال لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل فاصبح فينا احمد في ارومه، في عظمه واجلال، تقصر عنه الثوره المتطاول. الثوره معناها البطش والشده. اي زول داري من يده، يده بتقصر ما يقدر يحصل، ما بذل بيقدر يصل. تقصر عنه ثوره المتطاول، حدبت بنفسي دونه، عطفت عليه. وده تعبير جميل يا اخوان، حدبت بنفسي. زر الاحدب معناه عامل كيف؟ مدنقل كده. قلت له لو دار تحمي ولدك الصغير من ضربه اي حاجه بتعمل له شنو؟ كانك بتلمه كده. قال لهم حدبت بنفسي دونه وحميته. قالوا كان لما يجي ينوم بالليل بيقوم في اول الليل بيرقدوا في سرير ظاهر يشوفوا الناس في سريره. اول ما الليل يتمسى بيقوم بيشيله من سريره وبرقده في سرير واحد من اولاده، وبشيل ولده برقده في سرير النبي صلى الله عليه وسلم عشان الدار له شر يضرب ولده ما يضربه. عشان كده قال لهم حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى. الذرى على البعير فوق، والكلاكل صدر البعير ده كله كويس. قال فأيده رب العباد بنصره. ربنا أيده، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل. الكلام ده كيف يا ناس؟ ده كله ما بينفع. ها رأيكم شنو؟ كله ما بينفع يا ناس. التوحيد ده ما فيه مجاملة. وي توحيد ده مجاملة ما فيه. والله لو العاطفة تنجي أحد لأنجت أبي طالب أو أبا طالب. مع ده كله النبي صلى الله عليه وسلم يحب له الهداية. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ربنا يقول لي إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله. مع ده كله قال وأظهر دينا حقه غير باطل. رجال كرام دل اللي معاه من الصحابة، رجال كرام غير ميل، ما هن مايلين، ما منحرفين، مستقيمين، غير ميل نماهم. نماهم أي اجتمعوا إليه. إلى الخير آباء كرام المحاصل، فإن تك كعب من لؤي صقيبة يعني قريبة فلا بد يوما مرة من تزايلي. بعد ما قال هذه القصيدة مرت أيام وفك الحصار، وسبب فكه تحرك رجل اسمه هشام ابن عمرو، وأسلم الرجل ده بعد ذاك بالمناسبة. هشام ابن عمرو رضي الله عنه كان آنذاك مشركا، فتحرك ومشى لبعض سادات مكة، منهم أبو البختري بن هشام، ومنهم المطعم ابن عدي وجماعة، فتكلم معهم قال لهم أيرضيكم، ولأنه هو ذات أمه من بني المطلب، قال لهم أيرضيكم أنكم تستمتعون بالطعام وأخوالكم في الحصار لا يجدون ما يأكلون، حتى سمع
صوت الصبيان من الجوع، قال لهم يرضيكم؟ قالوا لا يرضينا. قال إني أبرأ من هذه الصحيفة، الصحيفة المعلقة في الكعبة دي، أنا ببرأ منها ووز الحياة برأ منها. فوقف عند الكعبة واجتمع الناس اللي معاه دول كلهم، قال لهم نحن مجموعة خلاص نتبرأ منها، ولا نحن ما له المرض يعني بذاته. فذهبوا هناك، فوقف هشام بن عمرو فنادى يا معشر قريش إني أبرأ من صحيفتكم الظالمة. طبعا ده قول جريء جدا. فهاجت قريش، فقام المطعم وأبو البختير بن هشام ومن مجموعة، أي واحد منهم يقول وأنا أبرأ منها، بل لم نرضى منها من أول يوم، من أول يوم ما رضي يعني امبارح ذاته. فبعد ذاك اتلفت علينا أبو جهل قال إن هذا أمر دبر بليل. الكلام ده مدبر، ذاك ما خبيث لعين. وبعد ذلك طلعوا الصحيفة ومزقت. عشان كده أبو طالب قال لهم وأن الصحيفة مزقت، وأن ما وأن كل ما لم يرضى به الله غير كائن. أي شيء قال لهم الله ما بيرضى وما بيبقى، والصحيفة مزقوها. فخرج بنو هاشم، وما مضت أيام حتى مات أبو طالب، فترة بسيطة مات أبو طالب. وماتت بعده خديجة بأيام قليلة، واشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاءت رحلة الطائف، وبعد رحلة الطائف جاءت العودة إلى مكة، وبعد ذلك أذن له بالهجرة، وهاجر الصحابة إلى الحبشة، ووحدين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم. هاي ما ذكرناه قبل نحن أثناء الكلام، جيد متأخر. طيب فا يا إخواننا جملة ما نذكرها بس بصورة مجملة من الفوائد: سوء العصبية لدين الآباء والأجداد، ده من أعظم الوقفات اللي نستفيد من هذه القصيدة. ثانيا: لا نجاة للعبد وإن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصدق بدينه حتى يوحد الله سبحانه وتعالى. ثالثا: معرفة المشركين لله وتعظيمهم لحرمات البيت. رابعا: التوحيد ليس فيه مجاملة ولا مساومة. ما في مساومة في التوحيد يا ناس، لو كانت في أي طريقة للمجاملة كان جامل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: خطورة الحسد على قلوب العباد، الناس ما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسدا، كما عند أبي جهل وغيره. ومعرفة العرب بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه. وسابعا: الاستشهاد على شرك أبي طالب، شواهد الكثيرة اللي ذكرناه. وأخيرا: مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار مناقبه في شعر أبي طالب. وفي الجملة يا أخواننا القصيدة مهمة، تحتاج منك ترجع لها تاني وتراجع الشروحات، من الشروحات القيمة للقصيدة بتلقى في سيرة لابن هشام شرح إليها ومناسبتها، بتلقى أيضا في كتاب اسمه سبل الهدى والرشاد، أو اختصارا اسمه السيرة الشامية لمحمد بن يوسف الصالح الشامي، محمد بن يوسف الصالح الشامي، وهذا من أعظم كتب السيرة المعاصرة. عفوا، هو ما معاصر لكن ظهر الكتاب بطبعة معاصرة، وهذا من أجمع كتب السيرة ومن أجمل الكتب، وبشيد به شيخنا محمد بن هادي كثير جدا بهذا الكتاب سبل الهدى والرشاد أو السيرة الشامية، كتاب حوالي 16 مجلد. وأيضا بتلقى شيء من الإشارة لها في زاد المعاد لابن القيم في المجلد الأول، وللإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا في مختصر السيرة. وعموما أنت احفظ ما استطعت منها من الشواهد، تنفعك في تبليغ التوحيد، وتنفعك في تصحيح اللسان،
من ناحية اللغة وعلم البلاغة، وأيضا بتنفعك في معرفة تاريخ العرب ومعرفة الأحداث التي جرت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الأولى في مكة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.